عارف يا حاج، انا بقالي ياما ما اتفسحتش ولا شميت هوا. انا اللي تتجوزني تشوف الدنيا على اصولها، ولا ممكن ابدا احرمها من اي حاجه نفسها تفاها عليها. امال افتحي بقك. اتمنى انت وانا اقول لك شبيكي لبيكي متولي سعيد بين ايديكي. انا عايزه اقول لك على حاجه يا حاج، بس خايف عشان تزعل. لا لا قولي. انا لا يمكن كنت اتخيل ان ابقى على ذمه راجل تاني غير المرحوم جوزي. الله يرحمه بقى. وبعدين يا نعمه، الحي ابقى من الميت، واللي عايش لازم يحس بطعم الدنيا. افتحي بقك. يا راجل حسب عليا، مش قادره، هتموتني اروح من الضحك. شفتي بقى الحياه معايا حلوه ازاي؟ بس يا حسره يا متولي، راحت السكره وجت الفكره. سكره ايه وفكره ايه؟ اصل احنا يا اخويا لازم بقى نرجع على مصر. احنا لحقنا؟ احنا يا دوب فات اسبوع. اصل انا سايبه هناك شغل متلتل. انت نسيتي انك عروسه؟ بس ما نسيتش ان ام البنات وحشوني قوي. كلها يومين وهتشوفيهم. ما انا مش قادره اتولي. ساعه الحظ ما تتعوضش. ان جيت الحق يا بتولي، اليومين اللي قضيتهم معاك هنا يسوى عمر بحاله. طب اديني يومين منهم. ازيك يا ام ابراهيم؟ الله يخليك. مش عارفه اقول لك حمد لله على السلامه ولا مبروك. قولي اللي يعجبك وريحيني، ولو اني مفيش حاجه بتعجبك. امال امينه وسعيد فين؟ بتذاكر لسعيد. يا امينه يا سعيد. اهلا، تعالى حبيبي. اوبا، وحشتني وحشتني قوي. كنت فين يا بابا؟ وحشتني يا متولي، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. ايه ده، ايه الغيبه دي كلها؟ غيبه؟ حرام عليك، دول هم كلهم يومين يعني، بسرعه كده كان تأدية واجب. وعملت الواجب. امينه، ما حدش بيستغنى عن بيته الاصلي. يا خوفي. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. وبعدين في الولايه دي اللي بتتكلم كلام زي السم. جرى ايه يا ام ابراهيم؟ قولي اسمع كلامك ادوب في ثانيه، تعذبني ليه يا ابن الاصول بجوازه تانية؟ هات الشنطه.